انسى ودي والله الا عييتي الله يرضى عليك اودي وما نعس والله الا قتلتيني في عطامي وصافي عافاك مي نعم والله الا صحح شو مع الحسن ها ولد هادشي كامل شو ما نديرو معاه اش غادي نديرو معاه والله الا هضري معاه غير النهار نجيبو غير خلي الحق عندي هنايا ونوري هاي شوما كاع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أولي هذا جبتكم البيبي كوكو بيبي جبتي لي بيبي كون ولدي مركز كوكو بيبي المتشبعين والله الويدا هذا ودابا ما تكذب عليا راجل ما غادي ندير لك شي محل ودابا الناس اللي ما فهمونيش شي المتشبعين والله إلا هما اللي ما فهمونيش أنا جيت نهار الأول الباب عوان نقول لكم او ديال الوالده راه شنو قال لنا الطبيب وان شاء الله يا ربي غيكون غير خير صافي المشكل نتوما تيحسبكم غير كنتكم وجدوا المراه الحوت يسنى تنقص واش خليهم يفرحوا قلت انا نتعشاو ونجلسوا من نجلسوا مع شي برده بحال هكا ونهضروا دابا الوالده انا جبت هذا البيبي هذا ان شاء الله باش انا تنوعد وعد الرجال ياك هو وعد الرجال وعد الحر دين عليهم او وعد الحر دين عليه والده صح هذا صح ولا وجدوا لي راسكم ان شاء الله يا ربي فهمنا والو دابا الناس بغاو الاسبوع في الصيف ودي دير دابا الوقت اللي جا في الشتا ولا في الصيف والله زيد حدايا سي سوبي عام اخويا ها انت لا لا سي ديال حسن ما تهضرش مع المتبعين ديالي مقلقين عليا شوف احسن الكاسكيطه ديالهم لا والو الطروج ديالهم المتبعين ديالي مقلقين عليا والله الوالد دائما نويتي حاجه في داك الشيء دابا شنو دابا ملي نمشي لهنا للطبيب دخلتي علينا ما تفرح لا والله كلشي انا الصراحه والله المشاهدين دابا هي دابا ملي بقيتو كتفرحتو وكتزغرتو قلت انا دابا الا جينا نقول لهم غير بلاتي ما جاتش خليهم يكملوا على الفرحه ديالهم نفرحوا حنا نجلسوا ونشرحوا ودابا انا قاعد تخلقوا عليك صار هما المتبعين الاولاد ديالك اما ديالي ما تخلقوش عليا لا ديالي انا فهموني ياك اودي ديالي كيعني بزاف الناس والله الا قالوا في التعليق ياك اودي ديالي انا اللي غضبوا لي غضبوا عليك وانا انا بعدا وليداتي ما كنفهم شي ما قاريه ما عارفه ما اي والله يدير الخير شوفوا وليداتي هاد المره يمكن نسمحوا له والمره الاخرى الا عاود راه حنا ما غنغفروش كاع المهم شوف الوالده جبتهم هاد الكادو للمتتبعين ديالنا كاملين ان شاء الله قسما الا كنطلب واحد الاعتذار اللي هو كبير منكم بصراحه يعني اي والله يسامحك ملي راه جينا هاد النقط الصراحه اللي ما رضيتكمش البارح حقا لقيت فيا واحد لافوت وانا الوالده الساعه نخلصكم الحق باش ما بغيتو ليكم والمتتبعين ديالنا ايوا انا الصراحه مول لافوت والله الا انا ملي جيت هو مول لافوت باش بديت يعني اول كلمه تنعقل قلتها قلت لهم وجدوا الحفصه ما تاكل راه ولا صايب ولا الحضره كتوحمي لي ثم قلتو صافي والله الا فرحنا من النهار يعني النهار يا مسكين نقص غات نقيزه شهات انا فرحنا من البيبي كاكاو الوالده جبتكم هذا البيبي كاكاو يا مسكين دابا ما كيضبط الحفصه كاكاو الوالده باش ان شاء الله يا ربي ايوا ان شاء الله ان شاء الله صافي ان شاء الله يكون بيبي حقك هكا ربي هذا خصها قريب صافي ليه مش عيوني انت عيون فيه والله لا تعلمت كيما نقول الخير يدير الخير ان شاء الله والله يجعل سيدي ربي يفرحك بنتي باش تمناك ويفرح بنياتي فين ما كانوا ان شاء الله ويحل حزامكم يا ربي هادشي اللي غنقول لكم هادشي اللي غنقول لكم باش ان شاء الله يا ربي انا تنوعد المتبعين ان شاء الله يا مولانا كيما وعدتكم واش بغيتو الصباح الصيف ولا الشتا قالت لك تيتي تاودي حال الشتا صعيبه ها هو داك الشيء اللي كاين اودي ماشي بحال الصيف شوف اش نقول لك وكل ما جا الخير ينفع قالك شنو كتقول لي الوالده الناس صراحه والله العظيم الا بزاف الناس قالوا حصه راه حقا الولاد كيكبروا معاك مزيان ايوا شنو كيما زعما داكشي وشو حدين قالوا لها مالك زبانه يا ودي بلاتي وشو حدين الوالده كل واحد طول بال ديك النقطه اللي كنا قلنا ديال شحال من الراجل ما تيبغيش يمشي مع المراه للطبيب وكاين بزاف الناس والله الا تيتشكوا من القضيه والله الا جاني ما ترجعني ما تيبغيوش معايا ما تيبغيوش ما تيبغ والله كيما قلت لكم وليداتي على هذا الراجل مسكين الله يرحمه يكون عظيمته في الجنه الجميع ان شاء الله كاع اللي ميت الا جاب المراه الاولى والثانيه ومسكين والثالثه وما ولدش معاهم كاع مسكين الله يرحمه راه حدا لالا كوندريسيه مسكينه الاستي
وناض مسكين وتوفى، وناضوا دوك العيالات باقيين صغارات وتزوجوا وولدوا ولادهم، معاه هو مسكين ما كانش متيق ما تيمشيش للطبيب، ما تيبغيش مسكين يمشي للطبيب. دابا بغينا نشوفوا حفصه واش تعرف تربي ولا مازال صغيره. ايوا لازم تاكلوا شوف زيد زيد سوفيا نور باش هو حصا واش ما تيشتمعش عندي الليله نهار اللي جيت بحالك دابا فكرتني ايوا نهار اللي جيت انا باقا صغيره عند باكم محمد ولدت حسن هو الاول واخا كنت ولدت واحد هذا وين ضاع ما كملش ديك الكلمه في الاول والله بنيه مسكينه وما كملتش ما تختكم اولدي الله يرحمها مسكينه لا والو ما كملتش بقى غير ايوا نهار اللي ولدت حسن والو كيما هكا حصه دابا ما تنعرف لها ربي الله يرحم المرحومه مسكينه هي اللي كانت مقابله معي بالليل ودار هذاك الدوح ديال القفوه ديال الحلبه ودايره دابا الشنقه لهي وشنقه لهي باكم محمد شدو في السلك ايوا تنباتو دايرهم ديك القفوه وتندوحو بيه اللي كان اللي كان هي الناموسيه ديالو هذيك هي الناموسيه مخيره اش قالت ايوا يا بنتي واحد الليله هو يسخن داك السلك وهو يتقطع طرحه سليم يا سامع اسمعي باش ان شاء الله ماشي نسخان دابا تيقول لنا سقران هادشي تقول لنا غير ينفعني ان شاء الله ثاني شكون دار لك الصح تمايا الله يعطيك الصحة شبد صحيح الناس عند الوزيرة غير ديك ماشي صلاة والله والله حتى مسكين عليكم من الغلاي ذاك هذا واد الغن بحال هذا واد ديال البراد دابا يا ماما وباقي حال هذيك وضربته مسكين هناها كي ولا بالدم ولا دباكم محمد فداك اللي تيه الحسن مسكين بلسانه وكا داك الدم شتو هذا الوالد لا لا باك هو والله لا باك كنت لي قام مسكين هكا تيه الحسن وداك الدم هو الكبير في الدار لا يا حسن مسكين هو اللي هو الناس كيما قلت لكم دابا اش كتوصيني ها واش كتوصيني دابا نتي تبان تقلقوا عليا انا ايوا دابا ان شاء الله ودي ما يكون غير يكون غير خاطرهم ان شاء الله ونطلبوا الله ان شاء الله الله يجعل ربي يفرحكم ياك ما تجي ان شاء الله وتجي الصيف الله اختي هدى الله يسهل عليها هدى اش غادي يجعل سي دابا انا غندير السبوع حتى غاتزوجي انت ان شاء الله الله يسهل على بنيتي كاع اللي باقا بلا زواج الله يجعل ربي يهون عليها واللي باغية تولد مسكينة الله يجعل ربي يطلق سراحها واللي مريض الله يشافيه الله يشافيه والله يقعد وسادو واللي ما عنده خدمة الله يجعل ربي يهون عليه وكما قلت لكم على هدى الله يسهل عليها منا الغدا ان شاء الله الله يرضي عليك امين الله ينورك ايلي الله يسهل عليك بنتي تحيا واحد من كل شغل والله يعطيكم دعوه بخير بنتي الناس ديالك عندك بناتي حماقوا عليك تبارك الله وعارفين قلت لنا الشيء حنا لامسين فيك وعارفينك بلي انت بنت الاصل وبنت الناس الناس والله العظيم الا حاسين بك بنت الناس ومازال غنديروا واحد الموضوع خاص علاش والله ودي دابا التحيه وخلينا الموضوع باش نهضروا بزاف باش يعرفوك الناس كثر وكثر مشيت لخميسه سبحان عاد باش جيت اقسم بالله اول ما وصلت لغد لي خش قديت واحد الشغل في خميسات اقسم بالله لا توقفوني ناس وتيسلموا عليا ويقولوا لي حنا فرحانين حيت انت موجوده مع ديك العائله علاش حيت عائله تتبان لي طيبه وتيقولوا لي والله قاسم حنا متبعين كنا السخميسات كلهم يشجعوك ويزيدوك لقدام وتيشكروا بزاف ام حليمه وتيحماق وعلى ام حليمه والعريسات اش نقول لكم ما شاء الله عندهم واحد الاقبال بعدا في بلادي تنهضر على بلادي اش نقول لكم ما شاء الله اقسم بالله عندك في اي مدينه في اي مدينه مشيت شنو نقول لك الحمد لله وليت معروفه بفضل هاد الناس هادو وهذا شرف لي علاش حيت الناس تيبغوني حبا لله هذا هو احسن حاجه في الحياه ان الانسان يبغيك واخا ما تعرفيش يبغيك وتبغيه والله وهذا شرف ليا اقسم بالله واش كنشكركم بزاف والله الله يسلمك كتقولي في هذا الموضوع هذا واش كنحكي لك والله الا ضحك ديال الحنايا كما كيقولوا هذا والله يا سيل دابا يعني باقي مقلق قال له فرحتينا ودخلنا يعني ما بغاش كاع يبان معنا راه هو تولي هو في الوليد هو تولي والله الا حسن والله العظيم غتخرج باكم محمد في ذاك الفيديو
ايا تفرح مسكين ويا تفرح ايوا يا ولدي يا زداك سيوا على حسنت كنحسم كاع ما كاين ما بغيناش نجاوبو قلنا له حتى حنا مازال زعما ما عرفناش علينا انت خدمتوش متبع السلسله كان متبع السلسله حتى 11 الله تعرفها شنو كاين رشيده مسكينه كتسنى قالت لك زعما بغيتكم تهبطوا فرحت انا معاكم دابا كاينه فرحانه ولا اختي دابا الله يخليك الله يعينك صراحه كنت كان متبعين ديالي الصراحه والله ما عجبهم الحال وكنعتذر منهم اعتذار اللي هو كبير صراحه سمحوا لي متبعين الى خرج شي حاجه من الناس سمحوا لنا وبغيت تفرحهم معنا انتم على القيمة من هلا خصيكم وكنوعدكم ان شاء الله يا ربي قريب تشاركوا معايا ان شاء الله الفرحة ديالي الكبيرة وزير متبعين غا الاسبوع وجدت كنشتكم ان شاء الله الصيف واجي مرحبا بكم واجي مرحبا بكم صافي ان شاء الله يا ربي دابا تيسراش قلت لك الاعتذار مشي من الرجال انا كنعتذر اعتذار كبير الصراحة ما نويس ما يعني ما كانش النية عليه هكايا يعني هو نوال فرحنا الساعة قرحنا كما قالوا ولكن نطلب اعتذار كبير الصراحة يعني مع العائلة ديالنا ديال حب التيفي وأكيد مع مونيتار وتنوعدكم إن شاء الله ربي غتكون شي حاجة إن شاء الله غادي تفرحكم أنا حسيت بكم فرحتوا معنا وبغيت تشوفوا إن شاء الله شي حاجة بنية ونتمناو الخير إن شاء الله شي وليد ولا شي بنية إن شاء الله تكون مشية من الإسلام ومن الدين ديالنا الحمد لله ونربيو أحسن تربية ولا ربيو أحسن تربية داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى يعني الحاجه اللي غادي نقول لكم ان شاء الله تلاقبوا ان شاء الله مزيان كيعرفوا شي بدينا بالرجاله تيتش اجي تيتش انت راه قايل لي مش راه جاي يعني تسول ولا تيتش تيتش راه مشى معايا في اللعبه هنا يا فين لا خليك في الكلاس واش كانت مريضه تيتش دابا تيتش مسكينه هي البركه على يدي بيا كي قالت تيتش مسكينه عندها هي من الظهر من الحشويه لا والله الا غير شفتي وصلتي انا وياك نولي غادي تجي تجي لي يا ربي ما تيخوش بيه هو تيجي متتابعين ديالنا فين ما كانوا وبصراحه كنتمنى يسمحوا لنا حسن الحصه عجبني هذا الصوره عجبني هذا الصوره حسن هذاك شوال لا لا بدو جوج والله الا الصباح كان ريان وصافو بقاو هكا كيدفزو قال لي ياسين ايوا ما عرفتش غادير مع ولد كحفصه كيقول لها القصه اللي ديرها ما تفهمش معاه قال لي اختي يا سلام عليكم كنقول لك تيتش للناس تقلقوا مني بعدا انا شخصيا والصراحه من حقهم اخويا الحسني تقلقوا علاش لانهم ساكن كينتظروا حتى هما النهار هذا فارغ الصبر وكيقولوا ان شاء الله واحد النهار غيفرحوا مع الحسن وحفصه كلشي كيتسنى كلشي كيتصل انا بعدا اللي كيعيط لي ما كنقبلش نجاوب ما كنجاوبش والله العظيم ايوا كنتمنى من المتتبعين يسمحوا لي وتقلقوا ضحكوا عليا ملي قلت لهم واش بلا ديال الصيف اللي مزيان ولا ديال الشتا لا قداش انت تقول شنو مزيان انا صافي راه هاد الله مسكين هو كيهضر بواحد العفويه يعني انا عارفه قلبهم هما بجوج بيض الحمد لله يا ربي كيبغيو بعضياتهم فاكيد ان شاء الله غادي يولدوا لنا شي وليد ولا بنيه ان شاء الله وانا كنعرف العقليه ديال الحسن واحد الانسان اللي متفتح واحد الانسان اللي كيفهم الزوجه ديالو وكيقدرها ويعني كيتشاور في ابسط الامور فلهذا انا كان يعني انا عندي واحد دابا انا واحد الله يحفظك اختي تيجي تكملي عندي واحد الشعور بانه ان شاء الله كاين شي حاجه بقدام ان شاء الله دابا نقول لكم غير واحد النقطه وغادي تجاوبوني بكل صراحه واش انا في الحلقه الاولى واش قلت لكم حفصه راه حامله سمعتوها مني لا 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 هي بقات ثابته فاش دخل واش سمعتوا مني الوالدة شي حاجة بحال هكا؟ ما سمعناش ويني مع بعضك شي قلتي وحنا لا قالينا راه تشهات وهذا فرحنا قلنا لا 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 والله يرضى عليكم ويخليكم طيب على الحسن والله يسامح له حسبوني بعقلي
يلا ونعس اودي والله الا عييت الله يرضى عليك اودي وما نعس والله الا قتلتي نفع طامي وصافي عافاك وشكرا للقلب ديالكم السليم والزوين ان الحمد لله بقات يكونوا المغاربه واحد القلب اللي غزال باغي الحمد لله يهزوا هذا الرايه وباغي نخليو واحد كما تنقولوا واحد الذريه صالحه ان شاء الله تخدم الاجيال والاجيال اللي جايه ونخلي واحد التنميه مستدامه نربي ولادنا احسن تربيه باش يهزوا هذا الرايه ويهزوا هذا البلاد. حنا جيل غندوزوا بحال اللي دازوا الاجيال كاملين والصحيح الطريق الصحيح هو اننا نتبعوا السنه ديال الرسول والدين ديالنا الاسلامي الحمد لله اللي منزل من عند الله سبحانه وتعالى اللي هو القران. احسن استعمال نستعملوه وان شاء الله يا ربي ما يكون غير الخير. بغينا تزيد القدام ويعني ونكونوا ديما منصورين ان شاء الله مرجلات الملك الملك ديالنا الله ينصره ويؤيده ويطول في العمر ديالو ويخلي يعني الاسره العلويه كامله اللي الحمد لله حاكمه البلاد وتنعتزوا وتنفتخروا بهذه الاسره الكريمه والحمد لله يعني تنطلبوا من عند الله سبحانه وتعالى يعيشنا مسلمين ويموتنا مسلمين والله يخلينا الوالدين ديالنا والخوت. وهذه الرساله وهذا هو المعقول المتتبعين ومع السلامه عليكم الى فلوق قادم ان شاء الله في الاشهر القادمه ان شاء الله اللي جايه غادي نعلنكم انا وحفصه بخبر جميل وجميل. مع السلامه. السلام عليكم ونرضي عليكم.